أتجه الآن مباشرة إلى جزر القمر لنستمع إلى تلاوة المتسابق المستنير بن محمد بن عبد الرحمن، نشاهده سويا على الشاشة. السلام عليكم، أنا اسمي المستنير، مقيم في فرنسا ومن جزر القمر أصليا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن المتسابق المستنير بن محمد بن عبد الرحمن من جزر القمر ويقيم في فرنسا، كلمتكم شيخنا. العجيب اليوم كان عندنا أختنا من موريتانيا آخر اسمها المجتبى. نعم، وهذا من كتب القراءات، المجتبى للطرسوسي، والمستنير هذا أخونا كمان هذا من كتب القراءات لابن سوار. إذن هذه حلقة القراءات. ما شاء الله، أسامي كتب اليوم، كتب في علم القراءة. بارك الله فيك أخي المستنير، وزادك الله نورا وجعلك مش على هداية، اللهم أمين. لكن بدك تنتبه لأشياء ابني، كل الألفات وكل الفتحات لابد من فتح الفم عندها. ما معنى فتح الفم؟ يعني التباعد بين الفكين. لماذا سميت الفتحة فتحة؟ لأن الإنسان لما ينطقها يفتح فمه، فأنت تنطق ألفات كثيرة جدا بدون ما تفتح فمك. مشهودة دا، شو إيش هذا دا دا دا، افتح فمك. جاء جاء، أنت قد جاء جاء، هي لازم جاء جاء، بعد الفكين عن بعض بالطول. ففهمت علي؟ ولا ولا تقول ولا، أنعمنا نا نا، فهمت علي؟ افعل ذلك على المرآة. إذا أردت أن تتخلص من هذا الأمر اقرأ أمام المرآة. أنا دائما بقول المرآة من أحسن الشيوخ في العالم، لأنها لا تحابي أحدا، بتبين لك عيوبك تمام. فاجلس، ياما أنا جلست، أنا ياما جلست أمام المرآة في فترة من فترات حياتي، فستجد بأنك أنت ما عم تفتح فمك. فهمت علي؟ يعني تقول مشهود دا، أيوة، أنت بتصير شيخ نفسك، بتصير أنت شيخ نفسك، الله يرضى عليك. الفجر، ليش مطيت فجر؟ لا، الفجر الفجر، وقرآن الفجر، ما بصح المط. في أشياء أخرى لكن نكتفي بما ذكرناه.